هنروح نتابع تمارين جديدة لكابتن سيمو مدير جيم السيدات في النادي الأهلي، وبعد كده نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. صباح السعادة على كل أعضاء وجماهير النادي الأهلي الكرام. النهاردة هنشتغل بعض التمارين الخاصة بمنطقة الدراع والصدر باستخدام أي حاجة عندنا، يعني لو في عندنا ويتس، إزازتين مية، أي ويتس بس تكون قد بعض بالظبط. هنقف، هنثبت رجلينا على الأرض، رجلية متنية تانية بسيطة، وهبدأ أطلع لفوق وأرجع. 8 عدات، 3 4 5 6 7 8. هنكرر التمرين ده 8 عدات 4 مرات، نفس ما احنا برضو واقفين ثابتين على رجلينا، وهطلع للجنب. 1 2 3 4 5 6 7 8. واقفين زي ما احنا ثابتين على رجلينا، وهبدا اطلع لفوق حمر. 1 2 3 4، النفس مهم قوي. 5 6 7 8. من واحنا واقفين هناخد خطوه لورا برجلينا الشمال، وهبدا اطلع. 1 2 3 4. كل التمارين دي هنكررها 8 عدات 4 مجموعات. هعمل تبادل، 2 3 4، النفس مهم. 5 6 7 8، والنفس شغال. هاخد خطوة برضو ورا برجلي الشمال، وهرجع على ورا ترايسبس. 1 2 3 4 5، مفردش كويس للآخر. 6 7 8. أهم حاجة تبقى رجليا ثابتة على الأرض، وممكن أقف وهعمل بانشز لقدام. 1 2، ما انتقلش الوزن على ايدينا. 4 5، ما فردش كويس للآخر. 7 8. مهم قوي نعمل تمرينات ستريتشنج في آخر التمرين عشان ايدينا ما تشدش. هفرد ايدي، الايد الثانية، للجنب مع النفس. ابدل، هناخد نفس جامد. ان شاء الله تكون حلقة مفيدة لحضراتكم، وان شاء الله اللي جاي هيبقى فيه تمرينات اكتر واكتر.